حريقه حريقه. يا ايه ايه او صباح الفل يا منى يا قمر. صباح النور يا ماما. بدل في ايه يبقى في وراها طلب. ها عايزه ايه لو سمحت؟ نعم. كنت عايزه اطلب منك طلب قد كده. قد كده؟ طب قولي اللي انت عايزاه. كنت عايزه العب مع صاحبتي غزل. انا قلت ايه وراها حاجه والله. طبعا ما اقدرش ارفض لك طلب. روحي العبي مع غزل بس تخلي بالك من نفسك وما تطلعيش بره الجنينه. حاضر. ماشي حبيبتي. حاضر. ماشي. ربنا يخليكي ليا يا ايه. يا بكاشه. يا غزل يا غزل. ايه ده؟ يا نهار ابيض، شايف غزل بتغلى. انا هروح اجيب حد يساعدها بسرعه، انا بحب غزل قوي. برواز قديم ومتلصص والعمر بيجري ويخصم، جروح بتلم وتبصم تسيب جوه القلوب علامات. بصوا الحاول بسرعه. ايه يا منال؟ شايل غزل صاحبتنا بتولع. ايه حريقه 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 حريقه. انا مش بهزر، احنا لازم نساعدوها. بجد يا امنيه؟ بجد انا شفتها والله. احنا هنعملوا ايه يا امنيه؟ تعالوا ندفوها باي طريقه. لا انا بابا قال لي مالكش دعوه بالنار مهما يحصل. طب هنعملوا ايه يعني؟ دي انا جاتلي فكره حلوه قوي. ايه هي يا ساره؟ عارفين الولا هوني؟ ايوه. هو قال لي قبل كده اللي هو عنده خلفيه عن الحاجات دي والنار والحاجات دي. يعني احنا مش هنطفوها؟ لا تعرفوا هاني ده لو جه هينفخ فيها يطفيها. طب مش يعني بجد هيطفيها؟ ايوه تعالوا نشوفوه. يلا طب يلا يلا بسرعه. يا هاني يا هاني يا هاني. انا هاني. بص يا هاني. نعم. واحد واحد يكلمني. ماشي قولي له يا امنيه. ماشي. بص يا هاني. انا رحت لغزة عشان العب معاها ولقيت شاهد غزة صاحبتنا بتولع. ايه؟ ايوه وصالح قال لي اللي انت هتعرف تطفيها. انا بخاف من النار. ايه؟ ما اعرفش اطفي نار، انا بخاف منها. مش انت قلت لي انا عندي خلفيه عن الحاجات دي؟ يا عم ده انا بهزر معاك. بهزر معايا؟ هاني. نعم. يا سلام. مالك يا مسمار؟ هنعمله ايه طيب؟ مش عارف يا امنية. هنروح نقول لعم احمد بسرعة البواب. يلا يا امنية. يلا يا امنية. يلا يلا يا مسمار. حريقة حريقة حريقة. بقولك ايه يا لندا؟ انت بالذات ما بتتكلمش معايا. حاضر. مكة. نعم يا هاني. قولي لابوكي هاني واقف بره كلمه. حاضر يا هاني. يا سلام. انت السماعة بتاعت مخك معايا، ما تتكلمش معايا. ماشي؟ ماشي. يلا بقى يا مكة. يلا. يا مكة بسرعة. يابا. 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 كلم هاني يابا. فاهم انت يا مكة؟ بنت انا مش قايل لك ما تصحنيش. طب يا عم احمد بسرعة. يا عم احمد صحي ابوكي وصحتك. يا عم احمد ساعدني بسرعة. يا عم احمد ساعدني بسرعة. اكيد اكيد يعني الكورة بتاعتكم ضاعت على الشجرة وعايزين نجيبها. لا لا بس موضوع مهم. بس يا عم احمد انا اما بصحى من النوم بحب حد يغني لي. تمام قولوا يلا ماما زمانها جاي. يا عم احمد ماما زمانها هتغنوا عشان افوق. يلا مش وقته. غنوا غنوا. يا عم احمد مش هكلم حد فيكم. ماما زمانها جاية جاية بعد شوية جايبة العاب وحاجات جايبة معاها شنطة فيها وزبطة بتقول وك 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 وك. التليفون بيرن بس. يا عم احمد بسرعه. يا رب يفصل التليفون. الو السلام عليكم. ازيك يا نجم الجيل عامل ايه؟ استاذ تامر حسني. بجد؟ يا بنت تامر حسني. مش وقت وزار بقى يا عم احمد. مكه بنت مكه بنت بتسلم عليه. عمر وسلمى تسعه؟ لا والله ما فاضي يا نجم. يا عم احمد
بسرعه يا احمد. يلا موضوع مهم والله يا حبيبي. والله العظيم موضوع مهم. لو تعرفوا انا بكلم مين؟ استاذ تامر حسني. بيكلم استاذ تامر. بسرعه يعني بالراحه لما خلص التليفون. بس يا استاذ تامر تمام. والله ما فاضي، انت عارف شغل العماره بقى كتير. اغني دويت انا وانت؟ والله معلش 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 يا عم احمد. يا عم احمد بس ايدك يا عم احمد. شوف والله موضوع مهم. البت مش عارفه اركز مع استاذ تامر. ما تهدي يا امنيه. شوف شوف احمد مالك ولا حاجه تلاقيه فاضي. اه طيب سلام سلام سلام. معلش معلش يا نجم. سلام يا عم احمد. يا عم احمد والله النبي يا عم انا أحمد. اقسم بالله انا ما بحب الكلام الكتير. اللي هيكلم كتير اقسم بالله ادخل الاوضه بتاعتي تاني. خلاص خلاص امنيه بس اللي هتتكلم. اسمك ايه؟ انا اسمي صالح. غني لنا حاجه حبيبي. يلا يا عم احمد ما احنا لسه مغنيين. انزل والله. خلاص غني. هاي عارف انت الحظ بعينه كان وشك حلو عليا كل اللي الناس شايفين ما يجيش 1% من اللي انا لسه ما قلتوش. انا لو تبقى معايا بيترج القلب ويتهز. انا لو تاخد عيني انا معاكي يا ملك عز. خلاص بقى انا خايف من العين يا حبيبي اللي غير واللي جز جز. عارف انت الحظ. هو انت الحظ الاسود عم احمد. والنبي اسمع امنيه. والنبي يا عم احمد. انت اسمك صفاره؟ لا انا اسمي مسمار. مسمار ارقص يلا مسمار عشان افوق. يلا ماشي ارقص غني ده ارقص عكباوي. ماشي عطاوي دنيا حامي. والنبي انت بقى اللي مصحيني من النوم بقى. انا هاني. عامل ايه يا هاني؟ الحمد لله يا هاني. يا بابا هو اللي قال لي صح ابوكي مخصوص. مالك يا بنت صوتك ناعم ليه كده يا بنت؟ مفيش يا سلام. ايه ايه باين له الحب ده ولا ايه؟ ايه ايه يا بنت يا موكوسه انت؟ يا عم احمد انت ربع متر يا بنت. ايه يا هاني؟ يا عم احمد ارقص. يلا ارقص. ايه ارقص؟ ارقص اي حاجه. يلا 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 يا عم احمد. ابوس ايدك. انت عماله تقولي عم احمد عم احمد عم احمد. قولي لي عايزه ايه من الصبح؟ صدعتني يا عم احمد. والله العظيم لو شيء تافه لا ادخل جوه. طب لا يا عم احمد اسمع خالص. قولي يا استاذ امنيه. شاهد غزه تعبتنا الدولة. بتقولي ايه؟ حريقه يا حريقه 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 شقت استاذه غزه بدولة. انتوا قاعدين تغنوا من الصبح انتوا ما تفهموش ولا ايه؟ يلا بينا بس قبل ما نروح وتعالوا نادوا استاذ محمد. طب يلا يلا بينا. حريقة 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 حريقة. باشا صباحك فل يا باشا. ربنا يسهلك يا حبيبي. يعني مش هترضيني يعني؟ يا ابني قلت لك ربنا يسهلك في ايه؟ انا طول الليل قاعد جنب العربيه بتاعتك حتى. يا ابني لسه جاي دلوقتي. معلش راضيني. طيب ربنا يسهلك يا حبيبي. طب عايز افطر. يا باشا باشا بيخلص عليك يا استاذ محمد ولا ايه؟ اه خد ياد هنا. ايه يا عم انت عارف مين دوت؟ مين يعني؟ ده الباشمهندس الدكتور استاذ محمد. عارف يعني ايه؟ يعني يكتب وصل له تاني. هات لها الفوطه دي. انا مسحت له العربيه بقول له راضيني. هات الفوطه. انت لسه جاي يا ابني مسحت لي العربيه فين؟ ولا ما تتكلمش مع الباشا. اه حاضر. قصان طيب يا باشا. قصان طيب يا استاذ محمد. حبيبي ابو مكه. الله يخليك يا استاذ محمد. قصان طيب. ربنا يبارك لك. ولا واحد تتكلم مع الباشا. فاهم ولا مش فاهم؟ يا خد ابو مكه. بسرعه والنبي يا عم احمد. الله يبارك لك. الله قصان طيب. استاذ محمد كنا عايزينك بس في موضوع كده يا استاذ محمد. في حاجه ولا ايه؟ شقه ام غزل بتولع. شايت ايه؟ ام غزل بتولع وكنا عايزين نطفيها يا باشا. استنى استنى وانا عارف اللي انت بتفهم في الكلام ده كله. انت رايح فين يا باشا؟ احنا بنتكلم معاه. باشا يا باشا هتعمل ايه؟ ثواني بس ثواني. احنا بنتكلم معاك يا باشا. رايح فين يا استاذ محمد؟ طفيت الحريقه. ايه هتعمل بيها ايه دي؟ يلا بينا عشان تطفي الحريقه بسرعه. تطفي الحريقه بسرعه قبل ما حد يحصل له اي حاجه. يلا بينا يلا بينا. حريقة حريقة بت يا سوكة. بص يا بت يا سوكة عارفة شقة أم غزل؟
اللي شعرها سايح دي النايح. ادعي لها يا بنت يا سوكا اللي انت دعاكي مستجاب. ادعي لها يا رب الشقه بتاعتها ما تولعش. اخبط يا ابو مكه الشقه بتاعتها بتولع نار. رماد رماد ايه ده؟ انت هتنطقي ولا ايه؟ يا ابو مكه تعالوا احلقوا نحلقوا الحريقه. نحلقوا ايه بس يا استاذ محمد؟ يلا بينا يا بنت يلا بينا. حريقه 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 حريقه. هات يا استاذ محمد. ثواني فين هي الحريقه؟ يا استاذ محمد مالكش دعوه، انا قبل كده طفيت حريقه عندنا في البلد كان طولها 9 متر يا استاذ محمد. انت بتتكلم بجد؟ امال ايه يا استاذ محمد؟ وفي حريقه 9 متر؟ ايوه يا استاذ محمد عندنا في البلد، عندنا في البلد اللي ما يتخيلوش عقل بني ادم. طب ما تخلص يا عم. حريقة 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 حريقة. فين الحريقة يا جماعة؟ هنا هنا. فين؟ هنا. ايوه الحريقة فين؟ هنا. ايوه سيبوني بقى كله. هنا حريقة 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 حريقة. حريقة يا ابو حسن مالك عندك حريقة؟ مين اللي انا عندي حريقة؟ امنية ده انا مولعها بخور. مولعها بخور لو غزل. ما هو بخور اهو. فين ده؟ غزل نفسها تولع البخور فخليتها تولع بخور. مين قال حريقه؟ امنيه. امنيه اللي قالت حريقه يعني كل ده بخور. وانا لو حريقه هقعد في البيت وافضل ساكته كده يا عم احمد. ده احنا جبنا البتاعه ورشينا، انت مش واخده بالك عمل تراب ازاي؟ انت بتهزر يا عم احمد. امنيه اللي قالت كده يا عم احمد بس. انتوا بتهزروا كلكم والله. بخور يا حبايبي انا ما اعرفش. أمنية؟ نعم. مش أنت يا أمنية قلت لنا في حريقة؟ ما أنا معرفش والله، أصل أنا شميت ريحة حريقة. يا حب يا أمنية يا حبيبتي بعد كده يا أمنية. بتضحكي ليه يا أم غزل؟ أصل حاجة غريبة أوي، يعني أنا لو حريقة يا عم أحمد أنا هقعد في البيت. ده الشارع كله عارف إن شقتك بتولع. بتولع إحنا زي الفل والله. أمانة والله حتى نجم الجيل وأنا بكلمك. يا عم أحمد. تقول إيه؟ إيه خالصة خالصة. أيوة بتقول إيه بقى؟ مفيش حريقه. انا عندي حاجه ما عندها إيه؟ ولا بخور. مفيش حريقه يا استاذه امنيه. بعد كده يا استاذه امنيه انا اسفه كنت خايفه على غزل قوي والله. يا استاذه امنيه مهما كان ما تقوليش حاجه يا استاذه امنيه الا لما تكوني متاكده منها. خلاص تمام. انا بقى الشغل خلي بالك انت خلصتي على الشغل كده. انت ازاي صدقتها بس يا عم احمد؟ فقالت حريقه. ما تعالى اتاكد الاول. ما ممكن تكون حريقه بجد يا استاذ. لا يا عم يعني لو في حريقه كنت هنزل اجري عشان عندك عم احمد تحت. طب الحمد لله الحمد لله. زي الفل يا عم. حصل خير يا حريقه. مفيش حريقة مفيش حريقة مفيش حريقة مفيش حريقة مفيش حريقة. تعالي بقى يا غزل العبي معانا. يا ابو مكة عايز مني حاجة همشي انا بقى. الله يبارك لك. سلام. شكرا يا عم محمد. سلام يا حبايبي. سلام. شكرا يا عم احمد. الله يخليك. تعالوا كده كلكم بقى عشان انتوا كلكم صحيتوني من النوم. تعالوا تعالوا. ايوه كلكم هتقفوا على الستيج هنا. تعالوا اقفوا كله على الستيج هنا. يا عم احمد احنا كله هيرفع ايده. احنا اسفين يا عم. لا انا مش اي حد يصحيني من النوم. اقف يا اقف يا هلا. انا هقف يا بابا كمان يا بابا. اقف يا بنت. ده انا بنتك يا بابا. اقف هنا يا بنت يلا. حاضر. كله يرفع ايده لفوق. يا عم احمد. عم احمد. عم احمد ماليش دعوه. انتوا خليتوا فيها عم احمد. امنيه هي اللي قالت لنا يا عم احمد. تعالى تعالى يا بنت يا فاروز هنا يا بنت. انت كنت معانا؟ لا. طب تعالي تعالي. أمنية صحتني من النوم وقالت لي في حريقة وطلع كده وكده، أعاقبهم بإيه؟ وقفهم. وقفهم؟ اه. خد يا دي فتحلة هنا يا. ايه. خد. ايه. تعالي. أمنية قالت لي في حريقة تمام وضحكت عليا، أعمل فيها إيه؟ أوقفهم. أوقفهم كده؟ واضربه؟ ها؟ اضرب امنية؟ ها اختك؟ اضربها؟ يا فتح الله انا فتح الله؟ انا؟ تستاهلي عشان انت لميت الدنيا كلها. قول له ما توقفهاش والنبي. قول له يلا. كلم ياه. ما وقفهاش؟ لا وقفها. اعمل فيهم تاني يا استاذة فاروز. وقفهم كلهم. كله انت منزل ايدك ليه ياه؟ انت اعمل لي فيها بتاع كمال اجسام؟ ارفع ايدك لفوق. انا هاني. وانت بتعمل لي فيها مين انت؟ اعمل لي فيها يا عم حكيم؟ ارفع ايدك ارفع ايدك ارفع ايدك يا بنت ارفع ايدك عشان تحرموا بعد كده تصحوني من النوم تاني. لا احنا مالناش دعوه يا عم. باه 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 تاني. مين؟ نجم الجيل. مين؟ استاذ تامر حسني. تاني. الو السلام عليكم.
ايه يا نجم عامل ايه؟ ناسيني ليه يا نجم؟ عندك حفله في الساحل؟ كفاياك اعذار. كلها اغانيك يا باشا. نروحوا فين؟ نروحوا اللي هو رايحه ده. مين ده؟ حفله في الساحل. انتوا ايش حفلات؟ نعم طلع امنيه. اطلع امنيه؟ شكرا ربنا يخليك يا طيب. خدي هنا وانا اللي مسنبكم. كله في ايده لفوق. ما هي يلا كله في ايده لفوق. يلا بينا. ما حدش ينزل ايده. يا عم احمد. يا عم احمد. عم احمد. يا عم احمد. يا عم احمد. يا عم احمد طيب وجميل. عم احمد طيب وجميل. عم احمد طيب وجميل. اه انا طيب وجميل. خلاص انصراف. انصراف يا عيال. انصراف. وانت واقفه ليه؟ انا بنتك يا سلفتي. طالعه بنتي؟ طالعه بنت. يلا بينا. يلا دي بنت. دي بنتك؟